du domaine du comportement humain. Donc, elle touche directement à travers ces premiers éléments. Je cite la responsabilité. Et quand on commence déjà directement avec la responsabilité, avec quelques personnes qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire ici? Est-ce que je ne suis pas responsable? Est-ce que durant mes 40 ans, ou 50 ans, ou 30 ans, je n'ai pas pu être responsable dans ma vie? حسينا روحنا عندنا القدرة على تحقيق أهدافنا ومعناها حسينا روحنا اللي برشا حاجات كنا متغافلين عليها واحنا نجمو نعملوها. أنا كانت عندي خوف أكثر حاجة خوف من حالي. الخوف هذا عندنا أنا كنت نعمل أن إكزامبل عندي جاتي عندنا فورماسيون في المحل. عملت البروجي نتاعها، أنا نحب نعمل البروجي نتاع الحل، أنا محكومي، ميم طون خايفة كيفاش هي باش تعمل هي يعني باش تنظر لي اللي أنا نزهم فيها واللي أنا باش ناخذ لها الكليونات في مسكحنا، فما قرابة، أون بليس جار باب في الباب. جيت من بعد جيت يعني فورماتور بداو يعطونا في النصايح وكل شيء ويقدموا معانا دو بليس أون بليس، الفكرة ماشية وتتغير، ماشية وتتغير الناحيات الكلها وتوا قدرة الإله. ليتيود نتاع البروجي نتاعي نتاع الحل موجودة وإن شاء الله ينجح ويعطيني يعني الفكرة كل ما خدتها. بعد ما جبت البيس الأولى والبيس الثانية بدلت العملية وطورت المشاريع نتاعي وليت عملت بروجي صغير نتاع دراسة أشجار بروتين عملت نوعت المنتوج بتاعي وزدت عملت شريت بدرات اخرين بدلت البدر هذاك وخذت بدر اخرين وعملت محل نوعت يعني بعد الكيس الاولى والكيس الثانيه يعني كرغبه وكرغبه في باش نمشي للادارات ونسوق البيبان على الادارات وما عنديش تمويل وما عنديش حاجه وليت عملتها وحدي. مشينا شغل قدام ورجل تاني فاش مش نقرا عندنا ديالوج بس وحنا ريف معناتها ما نخرجوش وما نمشيوش قعدنا 7 ساعات برك من قد يمكن 20 هكاك المرا قعدنا 37 مرا هكاك قعدنا 7 ساعات كي مشينا النهار الاول حطوا قالوا لنا روش عندكم برشا حاجات نجموا تخدموها انتم مش فايتين برواحكم معناتها توا برشا انتم تنجموا تنجوا كل شيء حكم انتم في الدار نهار كامل قاعدين كمل الشغل اقعد معنا ما نعملوا في الحقيقه نهار كامل في الدار تمشي لين النهار الاول الثاني بداو يحطوا فينا التكوين هذا شنو؟ نلقاو احنا نجمو نعملوا برشا حاجات، احنا نعملوا فريسة نعملوا فلفل نعملوا كسكسي نعملوا كل شيء، ما نخدموش معناتها ما خدمناش قبل، كي قرينا قالت لنا راهو قالت لنا مدام صبرا راكم احسن حاجة باش تقراوا هي عجلة النجاح، قال نوزر شنو هي عجلة النجاح؟ اللي هي فيها ثقة بالنفس، الفيدباك معناتها تنجم تتواصل مع العباد، تنجم تحكي، تنجم تخرج، تنجم من انت تخرج حاجة تخدمها. قعدنا النهار الاول الثالث ولينا قبل ما يجوهم احنا نبداو حاضرين فهمت اللي احنا نستناو غدوه باش نقرا كملنا التكوين نهار مشينا خدينا الشاي سي كملنا قعدنا نهار بوس باش نعملوا بعد غدوه ما نجمناش نقعدوا تنوني احنا من كثر ما قراونا تشجعنا ما نجمناش نقعدوا بالكل قعدنا نهار بعد غدوه مشينا الفلاح خدمنا معاه حمرنا له بالمسحه وخدمنا باش عطانا الفلفل ما خاطر احنا ما عندناش فلوس باش نخدم عطانا الفلفل بدينا بالفلفل خدمنا بعنا الفلفل الهريسه بدينا الكسكسي عاونتنا مدام نوال جباس عملت لنا بلاصه في الوداديه بتاع سوسه عطت لنا بلاصه حطينا فيها قدمنا عملنا تذوق باش العباد تذوق خدمنا خدمتنا وثقناها بار ديتاي كيفاش نحينا كيفاش عملنا باش العباد تولي عندها ثقه في خدمتنا نظيفه مش خاطر احنا ما يعرفنا حد الحكم ديما عندها الريف بلاصه بعيده وين وين حطيته وين نشط صورنا كل شيء بار ديتاي بعنا عجبتهم ولات عندنا كوموندات نخدموا فهمت حاجات بسيطة يعني على قد معناتها على قد مقدورنا مش حاجات كبيرة فما اللي دخلناهم فلوس ندخلوهم نشريو بيهم
عنا شاش بشرة وعنا حكاية شهرين شهر ونص مني كمان. أما جيرانك تخدمنا معناتها فورماسيون عاونتنا باش خدمنا الحقيقة. أما كنا قبل تقولها مرأة باش تخرج مثلا تمشي مسوسة باش تخدم تقول لك صغالي راجلي ما يحبش. وحاجة حق كانت هي ياسر والمشكلة كيما الكورة من بعد حاليا